قد كل الشعب المصري، وهو خاص طبعا بالمرور والإدارة العامة للمرور. بتواصل إدارة مرور القاهرة شن حملات مرورية بمختلف مناطق العاصمة تنفيذ لتعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، وبإشراف اللواء علاء الدجوي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة وكافة قيادات وضباط الإدارة لضبط كافة المخالفات المرورية بهدف إعادة الانضباط المروري على كافة المحاور، بالإضافة لتفعيل قرار محافظ القاهرة بمنع، ركزوا ده والنبي يا جماعة، بمنع سير سيارات النقل داخل المدينة خلال فترات الحظر. الله يا رب، الله يا رب والله. طب يعني ولو لقينا بقى نتصل على 011 45 44 130 رقم المختص. النهارده نسينا نقول لكم على الرقم، فاحنا قلنا لازم برضو نفكركم بيه. طيب استكمالا بقى للخبر، كمان الحملات دي تمكنت الحملات المروريه يعني خلال 24 ساعه اللي فاتت من رصد 8603 مخالفات مروريه، كانت بقى يعني الحقيقه ما بين السير عكس الاتجاه وكمان الانتظار في الممنوع، السير بدون لوحات معدنيه، وكمان ضبطوا 4 حالات تبين ان هم كانوا بيسوقوا يعني للعربيات من خلال كانوا بيتعاطوا مواد او متعاطين يعني مواد مخدره. وكمان بتكثف الاداره العامه من خلال حملاتها المروريه اعلى المحاور والطرق والميادين علشان يرصدوا كل متعاطي المواد المخدره اثناء القياده، وكمان رصد مخالفات الدرجات البخاريه وسيارات النقل الثقيل. سيارات النقل الثقيل دي عايز احط تحتها بس 1,000,000 خط. من كام يوم انا قلت لكم ان انا وانا ماشيه في زلطه وقعت عليا في العربية كسرت الإزاز، النهاردة وأنا ماشية برضو يعني القمامة العربية اللي بتلم القمامة، عايز أقولك وأنا ماشية والله العظيم 3 القمامة كلها في الشارع، يعني هي العربية مفتوحة وإيه؟ شفت المشهد ده كتير فمش مستوعب. لا بس يعني المشهد يعني ده عادي بتمشي إيه؟ توزع على باقي العربيات خصوصا على الدائري. أيوه يعني تحسي إن الطريق فاضي فبيمشي ويوزعوا على العربيات الملاكي العادية. إضافة بقى للمليون خط خليهم 1,000,001. أيوه امبارح يعني إحنا ساكنين في شارع ضيق شوية، لقيت عربية نقل اللي هي بتنقل الطوب، تمام الطوب ها في شارع قد كده بالظبط، داخلة فيه مش فارق معاها العربيات وكسرت كل المرايات ودخلت في نص العربيات. كل السكان بقوا يبصوا من الشباك يقولوا طب حرام عليك انت ازاي بتعمل كده، يقول ما انا دخلت كده 1,000,000 مرة ملكوش دعوة. يعني ده كان الرد. لا بس اقول لك على حاجه، لازم انتوا تكونوا ايجابيين. هنعمل ايه؟ لا طبعا تروحوا تبلغوا عنه، تاخدوا الرقم بس هو مشي خلاص، هو مشي وخبط كل العربيات وخد كل المرايات في طريقه، فخلاص الناس هتعمل ايه؟ رقمه. وبص هو طبعا الواحد ساعه الموقف بيبقى دماغه بيجي لها زي شلل ما بيعرفش يفكر، بتبلغي فيها لكن بعد بقى نرميه بعد ما المصيبه بتحصل بتبداي تبلغي، انما ده من الاخبار بجد اللي يعني انا اتبسطت جدا تفرح والله العظيم تفرح، ويا رب فعلا يبقى فيه غرامات ويبقى فيه كده اهتمام بالموضوع ده، لان زي ما دايما بنقول لكم التعليم والصحه المرور ده برده من الحاجات الاساسيه، على الاقل هنلحق نروح شغلنا بدري، نلحق نخلص ننجز حياتنا بدري بدل ما احنا قاعدين في العربيه 24 ساعه وبنخلص حياتنا في ساعة، يعني برضو الموضوع ده بقى هلاك قوي. طيب خلونا نروح لخبر تاني، وأكد الدكتور